السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نخدم تمرين جديد من تمارين المعتري بعنوان بيل دان بون سامبل اون بيتون ارمي طرافاي دوموندي. عطاونا نحط نديرو لافون ميتري ديال واحد لي دان بون سامبل. في السؤال الاول عطاونا نحسبو البيتون دو بروبورتي بالمتر مربع يعني نحسبو السيرفاس. في السؤال الثاني سوميل اون بيتون ارمي بالمتر كوب يعني غنحسبو الفوليوم ديال هاد لا سوميل هادي. وفي السؤال الاخير عطاونا نحسبوا لوكور ديال البيل بالمتر في يعني غنحسبوا ليه الفوليوم. وهاد لوكور دو لابيل كينقسم عندنا في التمرين لجوج ديال البارتي. البارتي الاولى هي ماسيف والبارتي الثانيه هي ميخ. عطينا كذلك اربعه ديال الاشكال. عطينا هنا الشكل الاول وعطينا هنا الشكل الثاني وهذا الجوج هما الاشكال الثالث والرابع. عطينا هنايا الفيديو دوسي عطينا هنا لاكوب. نبداو بهذا الشكل هذا. كما تلاحظوا معايا في هذا الشكل فاحنا عندنا البيتون دو بروبورتي باللون الوردي و لا سوميلون بيتو ارمي باللون البني. وعطينا لو كور دو لابيل مقاسم لجوج الماسيف بالموف والميغ بالصفر. هنايا عطينا الشكل اون 3 دي باش يبينوا لينا الحوايج اللي ما باينينش مزيان. عطينا هنايا هاد الميغ هذا وضحوا لينا هنا باللي الجناب ديالو راه كاينين سيلاندريك على شكل ديال دومي سيركل نص دائره. في الفي دو دوسي عطينا هنايا باللي الطول ديال السوميل هي 800 وعطينا هنايا البيتون دو بروبورتي خارج من هنا ب 10 ومن هنا ب 10 يعني لومباتمون ديالو هي 10 يعني الطول ديال البيتون دو بروبورتي هو 820. وعطينا العرض ديال هاد السوميله هي 300 او طول ديال البيتون دو بروبورتي هو 300 زائد هاد 10 ديال لومباتمون على اليمين و10 ديال لومباتمون على اليسار يعني هي 300 زائد 20 هي 320 في العرض. هذا بالنسبه للبيتون دو بروبورتي. عطينا كذلك هنا الغايون ديال هاد نصف دائره هي 25. اما بالنسبه لهاد لاكوب هادي فهي كتبين لينا بلي الميور هو على شكل ترابيز شبه منحرف. وعطينا هنا في الديتاي بلي الغايون كيساوي 25. كذلك عطينا الاطوال بلي بيتون دو بروبورتي لومباتمون ديالو هي 10 طول ديال السوميل 800 طول ديال الميور 700 الى اخره. نبداو بالسؤال الاول اللي طالبين لينا هو البيتون دو بروبورتي بالمتر مربع يعني حسب السيرفس. بيتون دو بروبورتي نجيو لهاد الفيديو دوسي لقينا بلي الطول ديالو هو 820 اللي هي 800 ديال الطول ديال لاسومال زائد لومباتمون ديال بيتون دو بروبورتي هي 820 يعني عندي 8.2. غنحولو هاد 820 بالمتر وغنضربوها في 3.2. شوفوا صحيح في الجدول. عطينا هنايا بالنسبه للديزينياسيون بالنسبه للبيتون دو بروبورتي الوحده هي المتر مربع. العدد ديال الاجزاء المتشابهه عندنا على وحده. في الطول عندنا 8.2 وفي العرض 3.2. ملي درنا هاد 8.2 في 3.2 عطاتنا في التوتال هي 26.24. ندوزو دابا نشوفو السؤال الثاني. السؤال الثاني طالبين منا نحسبو سوميل اون بيتون ارمي بالمتر كوب يعني غنحسبو ليها الفوليوم. عندنا لا سوميل كما شفنا هنايا الطول ديالها هو 800 راه موضح بالنسبه للفيديو ديالي وموضح كذلك في لاكوب. الطول عندنا هو 800 والعرض ديالها هو 300 والبيسور ديالها هو 60. هاد الوحده هادي غادي نحولوها 800 غتولي عندنا هي 8 300 غتولي عندنا هي 3 و 60 غتولي عندنا هي 0.6. شوفوها دابا في الجدول. سوميل اون بيتو ارمي الوحده ديالها المتر كيوب. عدد ديال البارتي المتشابهه واحد. الطول ديالها 800 اللي هي 8 العرض ديالها 300 اللي هي 3 الارتفاع ديالها 60 اللي هي بالمتر 0.6. الا درنا 8 في 3 في 0.6 عطاتنا 14.4 هي دي اللي حطينا في التوتال. شوفوا دابا السؤال الثالث.
السؤال الثالث كيقول أننا نحسب لوكور دو لابيل، وكيف ما قلنا باللي هاد لوكور هذا كيتكون من جوج ديال البارتي الماسيف أو الميور. نبداو على بركة الله في الماسيف. الماسيف كما تلاحظوا معايا هنايا فإن الارتفاع ديالو هو 100 أو العرض ديالو هي 100. إلا حولنا هاد 100 هادي غتولي هي 1 في 1. في مشيو نشوفو الطول ديال هاد الماسيف. الماسيف هو هذا اللي بالموف. إلا شفنا الكوطاسيون ديالو هنايا القلب اللي كيساوي 700، يعني هي 7. نعاودو نضربوها في 7. يلا دابا نشوفو التصحيح. ها لو كور دو لابيل، ها الماسيف، عندنا بارتي وحده الطول ديالو 7، العرض ديالو 1، والارتفاع ديالو 1. الا درنا 7 في 1 في 1 عطاتنا 7. ها هي. ندوزو دابا نشوفو البارتي الثانيه ديال لو ميور دو لابيل. بالنسبه للميور، بالنسبه لهذا الميور هذا اللي بالصفر، كما تلاحظوا في الشكل هنايا اون 3 دي، هو كيتكون من الميور اللي بالقهوي، وفي الجناب ديالو عنده الشكل ديال نصف دائره. في العقوب كيبان لينا كذلك باللي الشكل ديال هذا الميور هذا ترابيزويدال، وباللي في الجناب ديالو راهو على شكل دائره اللي عطينا في الديطاي هنايا الغايون ديالها 25. اول حاجه غادي نحسبوا الميور اللي هو على شكل شبه منحرف، وكيف ما كتعرفوا حنا دابا كنقلبوا على الفوليوم اللي هو بالمثقيل. كيف ما كتعرفوا باللي السيرفاس ديال هاد الترابيز هو القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى مقسومة على 2 في الارتفاع. نكتب القاعدة هنا هي كوتي باس بلس غروند باس ديفيزي بار 2 ملتيبلي بار لا هوتور اش. القاعدة الصغرى عندنا هي هذه اللي الطول ديالها 550، يعني هي 5.5، زائد القاعدة الكبرى عندنا هي هذه اللي الطول ديالها عندنا هي 650 اللي هي 6.5. غنقسموها على جوج وغادي نضربوها في الارتفاع اللي هو 350 اي 3.5. 3.5 هادشي اللي حسبنا دابا هو السيرفاس، وكنعرفوا باللي الفوليوم هو السيرفاس في لا لونغور. يعني غنشدو هاد السيرفاس هذا وغنضربوه في هاد السيرفاس الاساسه اللي هو السمك ديال هاد الحيط اللي هو هاد البارتي من هنا اللي عطاو لينا هنايا كتساوي 60. يعني غنضربو هادشي اللي خرج لينا السيرفاس، غنضربوه في السيرفاس الاساسي. اجي نشوفو دابا في الميدو. بالنسبه للكور دو لابيل حسبنا الماسيف. بالنسبه للميور دو لابيل فهو منقسم لجوج، عندنا بارتي ترابيزويدال اللي خدمنا دابا، عندنا بارتي ديال دومي سيركل نصف دائرة اللي غنخدمو من بعد. هذا ديال ترابيزويدال فلونيتي ديالو أولا الوحدة هي متر كوب، عطينا عدد ديال الأجزاء المتشابهة 1، عطينا هنا القاعدة ديال شبه منحرف القاعدة الصغرى 5.5، كبرى 6.5 مقسومة على جوج، في الارتفاع ديال الميور اش اللي هي 3.5 اللي شفنا في الشكل هي هادي. ها هي 3.5 مضروبة في ليبوسور ديال الحيط السمك 0.6. الى شدينا هادي درنا في الالة الحاسبة داكشي اللي خرج لينا ضربناه في 0.6 غادي يخرج لنا التوتال هو 12.6. دابا ندوزو نحسبو البارتي دو دومي سيركل ديال نصف دائرة. هاد نصف دائرة هادي وهادي، تلاحظوا بلي عندنا في هاد الجنب نص دائرة وفي هاد الجنب نص دائرة، يعني خاصنا نديرو بارتي سيميلار غنقسمو جوج. يعني عندنا جوج ديال الجهات فيهم نص دائرة، غادي نضربوها في اش السيرفاس ديال هاد الدائرة هادي، وغادي نضربوها في الارتفاع. السيرفاس ديال الدائرة كاملة هو الشعاع، الشعاع 3.14 هي بي ار او كاري بي ار او كاري. وحنايا في الشكل عطينا ار نصف دائره، يعني غنشدو هاد السيرفاس هذا ونقسمو على جوج وغنضربوه في الارتفاع. عاده غنضربوه في جوج الاجزاء. بي معروف شحال كتساوي، كتساوي 3.14 تقريبا. تقدروا تخليوها بحال هكا في الاله الحاسبه الا كانت عندكم اله حاسبه علميه. الشعاع عطينا كيساوي 25، غنحولوها غتولي 0.25 هي جوج
في 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 0.25 أوكاري على جوج في الارتفاع ديال هاد الساق كل هادي. ثم تلاحظوا معايا بلي هاد نصف دائرة طالعة مع الحائط، يعني الطول ديالها هو الطول ديال هاد الحائط هذا اللي هو 3.5 مضروبة في 3.5. اجي نشوفو دابا التصحيح. البارتي ديال دومي سيركل عندنا جوج ديال لي دومي سيركل، نصف هاد فلاكوتي على اليمين ونصف فلاكوتي على اليسار. عندنا قاعدة هنا كتقول لي الشعاع في الشعاع 3.14 مقسومة على جوج، حقاش عندنا نصف دائرة ماشي دائرة كاملة. نديرو في الشعاع 0.25 حقاش عطانا بالديتاي الغايون تساوي 25. نديروها اوكاري ونضربوها في 3.14 اللي هي بي، نقسموها على جوج غتعطينا في الخارجية 0.098 تقريبا. ونضربوها في الارتفاع ديال الحيط اللي هو 3.5، في الخارج غادي يخرج لينا 0.686. وبهذا نختتم التمارين ديال اليوم، كنتمنى يكون مفيد بالنسبة لكم. وللمزيد من التمارين وشجعونا اكثر، نرجو الضغط على ايقونة التصميم اسفل الفيديو والاشتراك في قناتنا، وليصلكم الجديد ان شاء الله. وشكرا لحسن التتبع.